خلونا نروح نشوف مع بعض تقرير ثورته كاميرا يحكى أن عن حفل توقيع رواية بوست عزيز دومت للكاتب الأستاذ سامح الجباس، ونرجع على طول نبتدي حلقتنا مع حضراتكم مرة تانية. الحقيقة ان هو عنوان الرواية بوصة عزيز دومت مرتبط بالشخصية الرئيسية اللي موجودة في الرواية، هو عزيز دومت. وهنا بقى علاقته البوستة طبعا بتحمل دلالات مختلفة، تحمل جوابات، تحمل سفر، تحمل دلالات ترحال. وهنا برضو العنوان يجب ان يكون مش مباشر علشان القارئ ما يستنتجش من البداية قبل ما يقرأ الرواية، الرواية دي بتتكلم عن ايه. يكون جذاب بس ما يكونش مباشر. الرواية الحقيقة ماشية في خطين سرديين متوازيين، خط منهم هو الحياة السياسية في مصر في فترة نهاية الأربعينات، وهي كان فترة ظهر فيها بعض الجماعات اللي هي زي القمصان الزرق، اللي هي اتخذت من التشدد السياسي مذهب ليها، واشتغلت على الجزئية ديت. والجزئية التانية هو شخصية اكتشاف لشخصية الحقيقة، يعني أنا بعتبر أول حد يتكلم عنها في الأدب العربي هو أنا، ودي حقيقة، هو عزيز دومت. الحقيقة أن عزيز دومت هو شخص أنا وجدت أنه مهم جدا. الحقيقة أثار انتباهي جدا أنه هو أول أديب عربي يرشح سنة 1936 لجائزة نوبل للأدب، وكاد فعلا أن يحصل على الجائزة. والغريبة أنه هو مش بس ما حصلش على الجائزة، الغريبة أنه تم التعتيم على هذه المعلومة، تخيل، من سنة 36 لحد النهاردة محدش أبدا كان يعرف المعلومة دي، ومحدش يعرف مين هو عزيز دومت ولا كتبه موجودة. من هنا كان تحدي كتابة الرواية بالنسبة لي، مش ببقى متعمد أن أنا أختار موضوع محدد، لكن بيثير اهتمامي في الفترة الأخيرة بعض الشخصيات الغريبة اللي هو محدش كتب عنها قبل كده، زي في رواية السابقة رابطة كارهي سليم العشي، كنت أنا أول حد يتكلم عن شخصية الدكتور دهش. كمان هنا المرة دي في عزيز دومت أثار انتباهي، يمكن هو يعني تقدر تقول أنا عموما بحب أبحث، وبحب في قراءاتي أبحث عما هو مسكوت عنه، وكل ما هو مخفي، وكل ما لم يذكره المؤرخون والتاريخ. من هنا بقى ببدأ ألتقط الخيط وامشي وراه. والله أنا متابع مشروع دكتور سامح الجباس الإبداعي منذ فترة، وشايف إن هو يعني استطاع إن هو يحدث نقلة جيدة في المجال الكتابة الأدبية، خصوصا إن هو بيبحث في أعماله الأخيرة تحديدا، لو هنتكلم عن رابطة كارهي سليم العشي أو عزيز دومت، بوستة عزيز دومت اللي احنا هنناقشها النهاردة، بيبحث عن الشخصيات التي أغفلها التاريخ والتي أهملها أهملتها الصحافة، وبيبذل أو يبذل مجهود بحثي كبير في التنقيب عن هذه الشخصية، وبيقدمها لنا في شكل روائي ممتع بلغة أنا يعني بحترمها جدا. محتاجين صدق، يعني محتاجين صدق، محتاجين زي ما قلت لحضرتك إن هم ما يتعاملوش مع الشخصية بشكل ملائكي، وما يتعاملوا مع الشخصية من خلال الواقع، لأن أنا بعتبر إن القارئ شخص حصيف جدا، ويستطيع أن يفرز أو يميز الصدق من غيره. فأعتقد إن هو محتاج أولا إن هو يبقى صادق، وإن هو يبقى حقيقي، وإن هو يكتب سيرة حقيقية للشخصية التي يكتب عنها، بالإضافة لإن هو ينتقي برضو الشخصيات اللي أهملها التاريخ أو غفلت عنها الصحافة زي ما قلنا في الأول. فكرة إنك تتكلم عن شخصية مجهولة كانت مؤثرة جدا ومحدش عارف عنها حاجة خالص، انها تعيدها للضوء للناس. حفل مميز لان اغلبه الحضور يعني ناس من الحقل الادبي، وانا بسعد بكل اعمال سامح الجباس لانه حرفي روائي قدير. نوع الادب ده نفسه انا ما بقراش فيه الحاجات اللي هي اللي فيها تاريخ وحروب والحاجات دي، لا انا مش بقرا فيها، فشدني قوي ان انا اقرا في ده واروح للحته دي والاتجاه ده.